هذه الشجرة الجميلة تسمى علميا ميريا كارسيفوليا، وهذه نوع من أنواع الصرح العربي، وهي من الأشجار الجميلة والنادرة، ومن أشجار الجزيرة العربية المشهورة بظلها. وكذلك هذه الشجرة تعد من النباتات النادرة التي تستوطن محافظة ظفار وعلى امتداد الصحراء كذلك، وتعيش في مختلف مناطق عمان الجافة. وللأسف مثل هذه الأنواع من الأشجار أصبحت تعاني من الجفاف والأمراض، ولم يعد هنالك نموات جديدة لهذا النوع من الأشجار، وبالتالي يستوجب من الجهات المختصة وحتى المجتمع المحلي الاهتمام بهذا النوع من الأشجار، الأشجار الجميلة، وهي أشجار ظل وأشجار رعوية كذلك. وهذه الشجرة معمرة جدا، ربما تتجاوز 200 إلى 300 سنة، ربما وربما أكثر من ذلك. هذا النوع من الأشجار يعمر. والمعروف عن هذه الشجرة أيضا بأن لها جذع رمادي، وهو جذع صلب قوي جدا، وتعيش في الصحراء. هذا النوع من النباتات تتحمل الجفاف الشديد، تتحمل العطش، تتحمل الصقيع، تتحمل جميع الظروف المناخية القاسية، وهي دائما جميلة في كل تفاصيلها. ونتمنى ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم الاهتمام بها بهذا النوع من الأشجار، والتي لا تزال في مناطق مختلفة من السلطنة. وإذا تكلمنا عن المناطق التي تنتشر فيها هذه النباتات في ظفار فصارت قليلة جدا، وصارت محصورة ومحدودة. وهذه الشجرة تستحق الاهتمام، وتستحق من المجتمع المحلي أن يجمع بذورها وأيضا من الجهات المختصة وزراعتها من جديد في أماكن مواطنها أو منابتها، سواء كانت في الصحراء أو كانت في أي منطقة أخرى من مناطق السلطنة. هذه الشجرة المعمرة تسمى محليا أشحيب من قبل السكان المحليون في بعض مناطق ظفار، ولكن هنالك تشابه بين هذه الشجرة وبين شجرة أخرى تسمى سير. وكل هذه الأنواع تعتبر في الجزيرة العربية من السرحيات. وأما السير فاسمها العلمي بوزيكا عربيكا أو بوزيشا عربيكا. والسير تعيش في المناطق الجافة المطلة على البحر، وكذلك في المناطق التي أيضا نسميها محليا بالحشكيك، وهي المنحدرات الجنوبية الموازية لسهول ظفار. وهكذا هو التشابه الكبير بين شجرة السرح التي تعيش في مناطق البادية وشجرة السرح التي تعيش على تخوم جبال ظفار الجنوبية. وهنالك بعض الاختلافات وهي بسيطة في البذور والزهور وكذلك البذور، وهي اختلافات فنية بسيطة قل ما يلاحظها أحد.